عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص جاهز انت مع هذا نبدأ. أعطيك إشارة. اخواننا بالله لا تشتغلوا بشيء، يعني اتركوا الكتب فقط، الشيخ خالد هو اللي يقرأ من النسخة. تم يعني أذان صاغية. طيب إن شاء الله. فالكتب اتركوها إلى بعد الدرس، نتفاهم إن شاء الله كيف نراجع، كيف نضبط، كيف العشاء الساعة كم؟ 7:15. وإحنا نوقف الساعة كم؟ قبل طيب نوقف على 7:15. طيب ماشي الحال، ما نختلف إن شاء الله. لو تخفض هذا شوي. إيه. الله يكرمك. أنت تعال هنا أبو الحارث. أحسن. أيوة. ما في بارد؟ لا لا ما في بارد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بدراسة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. أولا، لماذا ندرس هذا المتن المبارك؟ ندرس هذا المتن نصيحة العلماء، ونريد إن شاء الله تعالى أن نجمع بين الدليل والحكم. وعناية العلماء، العلماء اهتموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت مؤلفات، وفي القديم كانت المؤلفات بالأسانيد، ثم حذفت الأسانيد. ومن أوسع الكتب وأفضل الكتب والله أعلم هذا الكتاب بلوغ المرام. قالوا من حفظ الزاد أفتى بلا زاد، أو أفتى بين العباد. من حفظ الزاد، زاد مستقنع في اختصار المقنع، من حفظ الزاد أفتى بلا زاد أو أفتى بين العباد. اعترض بعض العلماء منهم الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، قالوا لا، من حفظ البلوغ، مفهوم؟ والبعض قال حفظ زاد وبلوغ، حفظ زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، كافيان في نبوغ. أردت أن تكون نابغة احفظ البلوغ والزاد. وجاء رجل للشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقال يا شيخ، المتون كثيرة، فأريد تختصر لي المتون، لا أستطيع على كل المتون. فقال رحمه الله الشيخ بن باز، قال كتاب التوحيد وبلوغ المرام، فمتن مهم جدا. أردت أن تحفظ متن من المتون، إيش تصنع؟ تختار متن اعتنى به العلماء، كثرة النسخ عليه، كثرة الشروحات. الآن تجد شروحات كثيرة من مسموع ومكتوب، نسخ كثيرة، طلاب كثر يحفظوا هذا المتن يدرسوه، صحيح؟ فعناية العلماء بهذا الكتاب أولا في أن الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض. الثاني، يعني تجد من يساعدك في الشرح، في النسخ، تضيع منك نسخة تجد غيرها، بخلاف بعض المتون الآن لدينا لا، قد لا تجد لها ولا شرح واحد، وهذا مهم جدا. فعناية العلماء بهذا الكتاب، يا شيخ اترك كل شيء، نعم، يدل أن هذا الكتاب اهتم به العلماء، فنحن ندرس هذا الكتاب لعناية العلماء رحمهم الله تعالى به. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يبدأ العلماء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. يا أخي اترك الكتاب، واقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واقتداء بعلماء السلف،
وتيمن وتبرك البدء بسم الله، واستئناسا بحديث وإن كان يضعف من بعض العلماء. أولا هنا قد يورد المصنف بعض الأحاديث وتكون ضعيفة، وهذا لا ينقص من قدر الكتاب، وقد يتعمد المؤلف إيراد بعض الأحاديث الضعيفة، إما أن ينبه أن هذا لا يصح فلا يكون به العمل، أو يريد فقه من هذا الحديث وإن كان ضعيف، وسيأتي بإذن الله تعالى توضيح هذا، وهذا لا ينقص من قدر الكتاب. كأنه يقول بسم الله أؤلف أو أكتب. نعم. ربي يسر بخير، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. نعم، يحمد العلماء رحمهم الله تعالى اقتداء في أول الكتب، لأن الله أنزلهم هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء، ويحمد الله سبحانه وتعالى لأن بالحمد تدوم النعم، واقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بعلماء السلف، ثم يأتي العلماء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل خير يلحق هذه الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم، الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. نعم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم نقلوا لنا الدين، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، رضوان الله على الصحابة أجمعين، وهؤلاء قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى يحملوا لنا هذا الدين. نعم. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. نعم، وأثنى كذلك على العلماء والأئمة. نعم. أما بعد، فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. نعم، هذا مختصر. وقال العلماء رحمه الله تعالى أن الطالب يبدأ في الحديث يبدأ بالأربعين، ثم يرتقي بعد هذا لعمدة الأحكام، ثم يرتقي بعد هذا للبلوغ. وهو يقول هذا مختصر في زمنه، أما في زمننا الآن هو من المطولات، بل من أطول المطولات قد يكون هذا، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا. يقول يشتمل على الدليل والحكم. نعم، وهذا من أحسن ما يكون، أن تأتي بالدليل والحكم. لماذا؟ حتى تستدل على المخالف، وتستنبط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة، وتسير على الاتباع للتقليد. نعم. حررته تحريرا بالغا، جزاه الله خيرا. وهذا ليس من التزكية، هذا من بيان الواقع، لأنه لابد يبين لك ما في هذا الكتاب، هذا ليس من تزكية الكتاب. نعم، لابد يكتب لك ماذا صنع في هذا الكتاب. نعم. ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا. نعم، إذن اختصر وحرر حتى يصبح ويصير من يحفظ هذا المتن المبارك نابغا بين أقرانه. نعم. إذن لابد من الحفظ، احفظ فكل حافظ إمام. ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. نعم، يعني يصلح للمبتدي وكذلك للمنتهي. نعم. وقد بينت عقب كل حديث من خرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، جزاه الله خيرا. يقول يبين لك من خرجه من الأئمة حتى تبرأ ذمة المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، ببيان مرتبة الحديث. نعم. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نعم، هذا الآن جاء بالتسمية، ثم أراد أن يدعو رحمه الله، قال
والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. آمين. هذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. الآن نريد نمر على الكتاب بأكمله، نمر على الكتاب بأكمله. فالفقه والأحكام والأدلة كذلك يقسمها العلماء إلى قسمين، عبادات، ولابد نبدأ بالعبادات لأنها أشرف، ثم المعاملات. إذا نقسم هذا الكتاب إلى قسمين، عبادات ومعاملات. العبادات أركان الإسلام الخمسة، ويضاف إلى هذه الأركان الخمسة الجهاد، ويضاف مع الصلاة كتاب الجنائز. إذن عندنا أولا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله، هذه كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الجنائز، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد. هذا القسم الأول انتهينا منه. ثم تأتيك المعاملات. المعاملات ما هي؟ تبيع وتشتري، لأنه يؤلف لك أصلا، تبيع وتشتري، حصل لديك مال ماذا تصنع؟ نكاح، وبعد النكاح يأتي الطلاق، وبعد الطلاق تأتي العدد والاستبراء وما إلى ذلك، وبعد هذا يأتي تزوج، أول باع واشترى حصل له مال وتزوج وطلق، الآن أصبح إشكال مع أهل الزوجة وكذا، لابد من الجنايات، نعم يتعدى، كلا إن الإنسان ليطغى أراه واستغنى، نسأل العافية والسلامة. جنايات، وبعد الجنايات لدينا قضاء، حدود، صحيح، وما يلحق من هذا الشهادات وغير ذا، وسأتك بالأطعمة والأشربة وكتاب جامع، مفهوم؟ أي نعم. إذن نحن نمر الآن على الكتاب بأكمله حتى نتصور هذا الكتاب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، أي كتاب تقتنيه أقل ما تقرأ فيه، تقرأ المقدمة حتى تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف، وتقرأ فهرسة الكتاب حتى تعرف محتوى الكتاب. نعم، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالطهارة، وأرادوا أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر. كتاب الصلاة، تطهر الآن يصلي. اترك الكتاب يا أخي، يا أخواننا اتركوا الكتب. نعم، كتاب الجنائز. كتاب الجنائز عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يقدموا الأمور في أول مكان تذكر فيه، المسائل في أول مكان تذكر فيه. من أحسن ما ينتفع به الميت بعد موته الصلاة عليه، نعم، ولذلك ذكرت مع الصلاة، نعم، لأنه ناسب أن في الصلاة يذكر الصلاة على الميت، فوضع كتاب الجنائز بأكمله. نعم، كتاب الزكاة. نعم، ثم الزكاة. كتاب الصيام. نعم، كتاب الحج. والأصل أن يأتي هنا بكتاب الجهاد حتى تكتمل المسائل العبادات، ثم ينتقل إلى المعاملات. نعم، كتاب البيوع. كتاب البيوع أول شيء في المعاملات، يبيع ويشتري. كتاب النكاح. نعم، وباع اشترى وحصل له مال تزوج. كتاب الطلاق، وبعد هذا يطلق. كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، وبعد هذا تحصل إشكالات مع أهل الزوجة فيتعدى عليهم أو يتعدى عليهم. نعم، هذا واقع أخوانا، هو يؤلف لك. نعم، كتاب الحدود. كتاب الحدود، نعم. كتاب الجهاد. كتاب الجهاد، سبحان الله، احنا قلنا الجهاد من العبادات، لماذا وضعه هنا في المعاملات؟ هو هذا الكتاب يقول مختصر، صحيح، فأراد بالجهاد هنا أن يبين لك أحكام التعامل في الجهاد مع غير المسلمين، ولا يريد أن يذكر لك كتاب الجهاد من حيث أنه عبادة، مفهوم؟ نعم، كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة والأشربة. نعم، كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور لماذا في كتاب واحد؟ لأن النذر في الأحكام قريب جدا من النذور، قريبة من الأيمان، واجعلهم في كتاب واحد. نعم، كتاب القضاء. الآن قلنا تعدى، فماذا؟ لابد من القضاء. نعم، فصل بين الخصوم. نعم، كتاب العتق. العتق، دائما الفقهاء، عادة الفقهاء أنهم يبدأوا بكتاب الطهارة، وأرادوا طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. يختم العلماء رحمهم الله تعالى الكتب
المؤلفة على الأبواب الفقهية والأحكام تختم بماذا؟ إما بالعتق أو بالإقرار. لماذا؟ تفاؤلا، لا تفاؤلا بالعتق، أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار ويعتق رقبة هذا المؤلف رحمه الله، مفهوم؟ لكن العتق يكون في الآخرة. والبعض يختم بالإقرار، لأن الختم بالإقرار من كان آخر كلامي لا إله إلا الله أيضا تفاؤلا، فالختم بالإقرار أولى، لأن الختم بالإقرار في آخر شيء من الدنيا، يتبعه القبر والبعث والنشور، صحيح؟ ثم بعد هذا الجنة. أما العتق يكون بعد، فهذا أقرب، مفهوم؟ نعم. وعلى اعتبار هذا يعني أمر يكون فيه التفاؤل من العلماء رحمه الله تعالى في مؤلفاتهم، نعم، إما يختم العلماء رحمه الله تعالى بالعتق أو بالإقرار، نعم. كتاب الجامع، الكتاب الجامع، ونريد نعتبر أن المؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب بماذا؟ بالعتق، نعم. الآن نرجع إلى الكتاب الأول وهو كتاب الطهارة. لماذا يبدأ العلماء بالطهارة؟ أرادوا أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر، تطهر الباطن، وهذا معناه أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة باطن وتسمى طهارة معنوية من الشرك والبدع والمعاصي، إنما المشركون نجس. ثم بعد هذا تأتيك الطهارة الحسية، الطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين، طهارة حدث وطهارة خبث، خبث النجاسة، وطهارة الحدث، الحدث أكبر وأصغر. والطهارة تكون بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو الفرع. والماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. والحدث ينقسم إلى قسمين، أكبر يكون بالاغتسال، وأصغر يكون بالوضوء. ويأتي التيمم يجزي عن هذا وعن هذا أيضا. هذه أبواب كلها تذكر في كتاب الطهارة. سنذكر التيمم، المسعى الخفين، الوضوء، الاغتسال، النجاسات، أداب قضاء الحاجة، الآنية، الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه الأبواب كلها تذكر في كتاب الطهارة. نحن نتصور الآن الكتاب بأكمله، كتاب الطهارة. قلنا كتاب الطهارة طهارة باطن وطهارة ظاهر، طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة الحسية حدث وخبث، الخبث النجاسة، وإذا لابد أن يبين أشياء النجسة وكيف تزال. وطهارة حدث أكبر وأصغر، أكبر بالاغتسال وأصغر بالوضوء وتيمم سيذكر. والأقسام المياه، طهور ونجس. طيب قسمين فقط، المياه تنقسم إلى قسمين على ما سيأتي بإذن الله تعالى، وسيذكر بعض الأبواب، الآنية، الأداب قضاء الحاجة، الحيض، النفاس، الاستحاضة وغير هذا. نعم، هو يقرأ الآن الأبواب الشيخ رح. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب المياه، باب المياه، وقلنا المياه تنقسم إلى قسمين، طهور ونجس. نعم، باب الآنية، باب الآنية. يا رجل متأكد؟ ما علاقة الآنية بكتاب الطهارة؟ قال لأن الماء جوهر سيال، يحتاج إلى شيء يوضع فيه. ناسب أن الفقهاء رحمه الله تعالى يذكر، وقلنا المسائل في أول مكان تذكر فيه، وإلا الأصل في الآنية أن تكون في كتاب الأطعمة والأشربة، لكن قدموا الآنية هنا. نعم، وهذا من حسن التأليف والترتيب. ثم بعد هذا في كتاب مثلا الأطعمة والأشربة يقول وقد تقدم ذكر الآنية في كتاب الطهارة. فالماء جوهر سيال يحتاج إلى شيء يوضع فيه، فناسب أن يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى الآنية. نعم، باب إزالة النجاسة وبيانها. نعم، ما هي الأشياء النجسة وكيف تزال. نعم، باب الوضوء. قلنا لأن الطهارة حسية، أما طهارة حدث، والحدث أكبر وأصغر، والأصغر يرتفع بالوضوء، الأكبر بالاغتسال. نعم، باب المسح على الخفين. وناسب أن يذكر المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين إذا في عضو من أعضاء الوضوء. نعم، باب نواقض الوضوء. نعم، باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة، وهذا من الأدب، وسيأتي أن
لم يرد يقول في كتاب ولا في سنة ذكر ما يستقبح ذكره، قضاء الحاجة، أدب. نعم. باب الغسل وحكم الجنب. نعم. باب التيمم، باب الحيض. حيض، وسيذكر فيه النفاس والاستحاضة وختموا به. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب المياه. نعم، كتاب الطهارة، وقلنا الطهارة حدث وخبث، هذه الطهارة الحسية، والمياه الماء هو الأصل، والماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فالماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، فكل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء فالأصل فيه أنه يبقى على أصله. نعم. إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، لكن بشرط أن يكون التغير بنجاسة وتؤثر في الماء. وعندنا الماء الطهور ينقسم إلى قسمين: قليل وكثير. قليل وكثير، فإذا بلغ الماء القلتين، قلتين فما فوق، هذا يسمى ماء كثير وماء قليل. فإيش ماذا نصنع بالنسبة للقليل والكثير؟ القليل نتحرى فيه ما لا نتحرى في الكثير، لأن الماء الكثير في الغالب أنه لا يتغير، والماء القليل في الغالب يتغير. إذا نتحرى في القليل ما لا نتحرى في الكثير. مرة أخرى، الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. والأصل في المياه إذا اختلفنا، فالماء الأصل فيه الطهورية، وينقسم الماء الطهور إلى قسمين: قليل وكثير. بلغ القلتين فما فوق، هذا ماء كثير، وهذا في الغالب أنه لا يحمل الخبث، والماء القليل في الغالب يحمل الخبث، فنتحرى في القليل ما لا نتحرى في الكثير. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البعض هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. نعم. وصححه ابن خزيمة والترمذي. طيب، الآن ماء البحر، قال ماء وأضافوا إلى شيء، قال ماء البحر، ماء الورد، ماء الكادي، صح؟ فهو ماء، لكن أضيف إلى البحر، أضيف كادي كذا. طالما أنه لم يخرج عن كونه ماء، الآن نقول ماء شاهي أو شاهي؟ شاهي. فهذا شاهي، خرج عصير، هذا ليس بماء، مفهوم؟ لأنه قد يستشكل الإنسان ويقول أيضا هذا يمكن الطهارة منه، نقول لا، هذا ماء، لكن ماء تغير بشيء غير نجس. يعني ماء البحر تغير بطعمه لأنه مالح، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه، يعني حتى لو تغير الآن لكن لم يتغير بنجاسة تؤثر فيه، هو الطهور ماءه. ومن فقه المستفتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن نحار هؤلاء قد يحتاجوا إلى الماء وقد يحتاجوا إلى الطعام، فأفتاهم بهذا وقال هو الطهور ماء الحل ميتته. إذا ميتة البحر طاهرة. نعم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. نعم. وهذا في لدينا قاعدة أن الأصل في المياه الطهارة، ولا نخرج عن الطهارة إلا بدليل. نعم. فإذا اختلفنا في ماء، فهذا الآخر يقول هذا ماء نجس وهذا يقول ماء طهور، فمع من نكون؟ مع الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. خرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. يعني هنا التضعيف، هنا أراد المؤلف أن يبين ضعف الحديث، لكن المعنى يريده المؤلف رحمه الله تعالى، وما استطاع أن يأتي بشيء من كلامه فأورد الحديث لأن عليه العمل، لكن قلنا لابد أن النجاسة تؤثر في الماء.
لو سقطت نقطة واحدة من بول في برميل ماء يتغير؟ لا يتغير. فالعبرة عندنا التغير، فإذا تغيرت أحد الأوصاف لكن بنجاسة، لكن ما سقط فيها ورق شجر مثلا، هذا باقي على ما هو عليه. مفهوم؟ نعم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم، يعني تغير هذا الماء، فإن لم تغير هذا الماء فهو باقي على ما هو عليه، لكن نتحرى في الماء القليل ما لا نتحرى في الماء الكثير. وذكرنا الماء القليل والكثير. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا في الغالب، لكن لو كانت النجاسة كثيرة قد يتغير. مفهوم؟ إذا نتحرى في القليل ما نتحرى في الكثير. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث أن يبين لك الماء القليل والماء الكثير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. الآن يا أخواننا، قد يشكل هذا على بعض الناس، هنا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، هنا النهي، والأصل في النهي التحريم. لكن هل الماء يتغير؟ قلنا العبرة بالتغير بماذا؟ بين الأشياء الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح. فهذا الآن وهو جنب اغتسل في ماء دائم، إذن فعل ماذا؟ شيء ينهى عنه، شيء محرم، تمام. هل يتغير الماء؟ ننظر، هذا أمر وهذا أمر خارج عنه. فإذا بال في الماء الراكد الدائم، يعني بال أكرمكم الله مثلا في مسبح، جاء النهي عن البول في الماء الدائم، طيب هل الماء الآن تنجس وأصبح نجس؟ ننظر، تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة نغير، وإلا النهي لأمر وطهورية الماء أمر آخر. مفهوم؟ نعم. قال وللبخاري: إذن هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين تحريم الاغتسال، اغتسال الجنب في الماء الدائم، ولا يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتكلم عن نجاسة الماء. فلو اغتسل في ماء دائم فالأصل في الماء الطهورية. مفهوم؟ والنهي يرجع إلى الجنابة. نعم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لماذا؟ لأن الوسواس قد يوسوس الإنسان، والشريعة جاءت لقطع الوساوس. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث حتى يبين تحريم البول في الماء الدائم. ولو بال في الماء الدائم ولم يتغير الماء، لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة، فالأصل فيه الطهورية. طيب، والله أعلم، يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يبتعد عن الوساوس، لأن الوساوس من الشيطان، واليقين لا يزول بالشك، والشريعة جاءت لقطع الوسواس، وأكثر ما يكون من الوساوس في الطهارة. نعم. ولمسلم منه. نعم. ولأبي داود يغتسل فيه أو منه. نعم. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم. فماذا يصنع؟ الأداء الآن جنب، الآن إنسان جنب ولديه ماء دائم، جاء النهي عن اغتسال فيه داخل الماء، فماذا يصنع؟ يقترف منه. مفهوم؟ أي نعم. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. هذا الحل، قلنا يقترفا جميعا، لكن لو اغتسل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل، جاء الرجل واغتسل وأخذت المرأة هذا الماء واغتسلت به، ننظر، الأصل في الماء طهوري، لكن جاء النهي عن الاغتسال، اغتسال الرجل وكذلك المرأة بفضل الآخر. نعم.
أخرجه أبو داود والنسائي وأسناده صحيح. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. نعم. وحمل البعض جمع وقال أن الجمع يكون بأن النهي يحمل الأول على الكراهة، أو يحمل هذا النهي الأول إذا كان يغتسل في الماء لكن يغترف منه، هذا لا إشكال فيه، وقلنا هذا هو الحل. نعم. وهذا الجمع الله أعلم أولى أن يغترف من الماء. نعم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاءني اغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. نعم. وصححه الترمذي وابن خزيمة. إذن الماء ما لا يتغير، لكن جاء النهي عن الاغتسال في الماء، اغتسال الجنب في الماء الدائم، البول في الماء الدائم، وبهذا جمعنا بين الأحاديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. نعم. سيأتي معنا أن إزالة النجاسة على 3 أقسام، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. هذا هو القسم الأول، تسمى نجاسة مغلظة، يعني إزالة النجاسة لكن إزالة مغلظة. انتبه معي يا أخي، لا تكتب، موجود في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، هو لا يستطيع الشرب إلا بهذه الطريقة، إخراج اللسان. ويقول أن في لسان الكلب أكرمكم الله دودة، هذه الدودة ما يمكن أن يذهب أثر هذا إلا بأن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. إذن هذه إزالة تسمى إزالة للنجاسة لكن إزالة مغلظة، نجاسة مغلظة. ماذا نصنع؟ شرب بهذه الطريقة، هو ما لا يشرب إلا بهذه الطريقة، إخراج اللسان. فنحن نأخذ الإناء ونريق كل ما فيه، ثم يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، يعني عفر بالتراب هذه الأولى، ثم يأتي 6 مرات ماء، يضع ماء ويريق الماء، وهكذا إلى أن تنتهي، ويكون المجموع 7. لكن لو جعلنا الأخيرة على ما ورد في بعض الروايات التراب، نضطر إلى زيادة 8 بالماء. ولهذا رجح العلماء رحمه الله تعالى الرواية الأولى، أولاهن بالتراب. إذن هذه إزالة للنجاسة لكن إزالة مغلظة. بعض الناس يقول طيب أنا أستعمل التايد، كلوريكس مثلا، فيري، بعض المطهرات مثلا، ديتول مثلا. نقول لا، لأن هذه الأشياء كان هناك أشياء قريب منها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال هذه الأشياء في الطهارة، والتراب أحد الطهورين. وقالوا أن هذه الدودة وأثر ولغ الكلب من الإناء هذا لا يمكن القضاء عليه إلا بالتراب، فجاء منصوصا عليه، فلا نعدل إلى غيره. مفهوم؟ نعم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة صحابة الترمذي وابن خزيمة. نعم. انتبه معي، أنت اترك الكتاب يا رجل، كتاب مفتوح عندك، أغلق الكتاب. لدينا أشياء يشق التحرز منها، قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لأعنتكم. إذن الشريعة جاءت للتيسير، وإذا ضاق الأمر قالوا اتسع. صحيح. لدينا الآن أشياء يصعب التحرز منها، فهذا الشيخ أحمد لديهم في البيت قطة، والقطة هذه دائما تمر وتدخل وتأتي، والقطة محرمة الأكل، وسيأتي معنا بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، سواء كان البول أو الروث أو العرق. نعم. فماذا يصنع؟
يقول بالنسبة لهذا، لأنه يشق التحرز من هذه الهرة لأن تسكن معهم في البيت، فأصبحت الهرة الآن بالنسبة للشيخ أحمد في بيتهم يشق التحرز منه، إذا ليست بنجسة إلا طبعا البول والغائط، بول وروث ما لا يؤكل لحمه، أما يمسها فلا إشكال من العرق هذا. لكن بالنسبة لي أنا مثلا، أنا ليس عندي هرة الحمد لله، مفهوم؟ نعم. فبالنسبة لي أنا لا، لأنه لا ليس هناك عندي حرج، ولا أرى الهرة إلا ممكن مرة في العام. كذلك مثلا العلة هنا ما هي؟ مشقة التحرز من هذا، لأنه يكثر من الدخول عليه. عندنا في بعض القرى الآن استعمال أكرمكم الله الحمير، صح؟ نعم. فهذا الشيخ يقول عندنا في قريتنا يعني كثرة استعمال الحمير ولا يمكن نستغني عنها، ولابد عندما أركب على الحمار يصيبني شيء من عرقه، صحيح؟ فماذا أصنع؟ نقول بالنسبة لك أنت الآن فهذا بالنسبة لك عرق الحمار ليس بنجس. لماذا؟ لمشقة التحرز، ولا هو نجس، لو متولد من نجس. أما بالنسبة لي أنا لا، عرق الحمار بالنسبة لي، لأن الحمد لله لا نستعمل الحمير مثلا أهل قطر، هذا من نعم الله ولله الحمد والمنة، مفهوم؟ لا مشقة في التحرز، فلا بد أن أتحرز، مفهوم؟ وسيأتي بإذن الله تعالى في الأشياء النجسة. تعيد الآن، إذن ما هي العلة في الهرة؟ ليس حجم الهرة، لا، مشقة التحرز، نعم، وهذا من يسر الشريعة، نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. نعم، جاء أعرابي، وهذا الأعرابي لا يعرف أن المساجد لم تبنى لهذا، وبال في طائفة المسجد، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه قاموا وأرادوا زجر هذا الأعرابي، ولأن لو زجر الأعرابي أكرمكم الله وهو يبول قد يتضرر طبيا، صح؟ وقد يتلوث لباس الأعرابي، وقد يتلوث أجزاء كثيرة من المسجد، فأخذ بأقل الضررين، ترك هذا الأعرابي حتى ينتهي أكرمكم الله من بوله. ثم نعم، قال فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. نعم، هذا فيه أراد المؤلف أن يبين لنا كيفية إزالة النجاسات. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا مريح جدا، يقول أن النجاسة عين، وبأي طريقة زالت النجاسة زال الحكم. نعم، فهنا الآن التراب، هذا التراب الذي في المسجد بال عليه الأعرابي، ماذا نصنع؟ قال لو صببنا ماء كثير أصبح الماء كثير والنجاسة قليلة، أو جاء الشمس مثلا وجف هذا، إذن زالت النجاسة. ومتى زالت النجاسة؟ زال الحكم. الآن هذه المرآة مثلا، مفهوم؟ سقطت عليها قطرة بول، وأنا أخذت المنديل الآن هذا ومسحت هكذا، زالت النجاسة الحمد لله. إذن بأي طريقة زالت النجاسة زال الحكم، كانت النجاسة موجودة ثبت الحكم، مفهوم؟ أي نعم. ومن طرق إزالة النجاسة هذه الطريقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن تجعل الماء أكثر من النجاسة فتزول، نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، خرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف. نعم، فيه ضعف، لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى هذا لأنه يريد فقه الحديث، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم
فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، خرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم، هذه الأحاديث أراد بها المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين الأشياء النجسة. الآن أيهما أضيق، الأشياء النجسة أو الأشياء الطاهرة؟ احنا ننظر، وهذا أسهل على الطالب، يخرج ماذا؟ الأشياء النجسة، وغير هذا أشياء طاهرة وانتهى الأمر. وأحيانا يذكر العكس، وبحسب الفقه تأتي المسائل. طيب الآن الأشياء النجسة، انتبه يا شيخ عيسى، تعيد بإذن الله. الأول بول وروث، لا، أولا بول الآدمي وعذرته، الأول بول الآدمي وعذرته، الثاني بول وروث ما لا يؤكل لحمه، الثالث الميتات كلها نجسة، ميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدمي والحوت والجراد وما لا نفس له سائلة، وما أبين من الحي فهو كميتته إلا الطريدة والمسك وفأرته. انتهينا. طيب، والدم المسفوح والدم الخارج من السبيلين، حيض ونفاس واستحاضة، وقد تزيد نزيف، وبعض الناس يعتبر النزيف هو استحاضة. مفهوم؟ نعم. وهنا لدينا ال 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 ما لا نفس له سائل، ذكرناه سيأتي في الحديث. من يعيد عليه هذه الأشياء؟ نعم الشيخ عيسى، وانت قائم. الأول بول الآدمي وعذرته، الثاني بول وروث ما لا يؤكل لحمه، كلاب، حمير، صحيح، سبع، تمام، الميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدمي، لأن الميت لا ينجس حيا ولا ميتا، والجراد للحديث، والسمك للحديث أو الحوت. أخوانا اصبروا، خليه هو يقول، ما أحد يتكلم إلا الشيخ عيسى. ميتات، هناك الدماء، اترك الدماء يا رجل، احنا نتكلم عن الميتات ما نتكلم عن الدماء. قلنا ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، ما لا نفس له سائلة يعني النفس الدم. الآن البعوضة، البعوضة عندما تقتلها هل يخرج دم يسيل مثل الشاة؟ لا. إذن هذا ما لا نفس له سائلة، الدليل عليه حديث الذباب، تمام. يا أخي أنت تبي معي، الله يهديك أنت. وما أبين من الحي فهم كميتة إلا الطريدة ومسك فأرة. انتهينا. تأتي بعدها تقول الدم، الدم المسفوح ودم الحيض ودم النفاس، يبقى عندنا الكبد والطحال والدم الباقي في العروق بعد الذبح. الآن نأكل الذبائح ما شاء الله، لكن بعد الذبح قد يبقى داخل العروق، ولا إشكال في هذا، صح؟ والكبد والطحال، تمام. الله، بقي شيء؟ بقي شيء أخوانا؟ أنا ما أسمع شيء، سؤال لا أسمع. من يعيد عليها هذه؟ الله يفتح عليك شيخ عيسى. من يعيد عليها الأشياء النجسة؟ لابد أن نتعلم الأشياء النجسة. نعم الشيخ. الأول الآدم وعذرته، الثاني بول وروث ما لا يؤكل لحمه، خرج بهذا بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل، تمام. والثالث بول وروث ما لا يؤكل لحمه، والميتات كلها نجسة إلا الآدمي والحوت والجراد وما لا نفس له سائلة
وما أبين من الحيفة وكميتة إلا الطليدة ومسك وفارة. سنشرح الآن. ثم الدم المسفوح ودم الحيض والنفاس، الدم الخارج من السبيلين إلا الكبد والطحال والدم المتبقي في العروق، صحيح؟ نعم. طيب اجلس. الطريدة، ما هي الطريدة؟ في القديم كان الصيد عندهم يعني ليس لديهم مثل ما لدينا اليوم يعني بنادق وكذا، كان لديهم سهام والبعض يصيد بالسهم، فهو الآن قد يصيد بالسهم وقد يصيد بالسيف بخنجر مثلا، فيسمي ويضرب هذا الصيد في أي مكان، مفهوم؟ وقد يضرب مثلا ويقطع منه جزء، فهذا ما أبين من ماذا؟ من الحي، فهو كميتته. انتبه، يعني إنسان نسأل العافية والسلامة انقطع إصبعه، هذا أبين من ماذا؟ من حي. فهل هذا الجزء نجس؟ ننظر، ميتة الآدمي طاهرة، إذا هذا القطع طاهر فهو كميتتي. طيب قطعنا قطعة من أكرمكم الله كلب، ميتة الكلب نجسة، فهذه نجسة. تمام. استثنوا الطريدة، هذه الطريدة، الطريدة يعني التي تطارد الصيد فيعقر في أي مكان وقطع منها قطعة، فننظر، فقال ما أبين من الحي فهو كميتته. ميتة الغزال نجسة؟ ميتة غزال يا رجل ميتة نجسة، فلو قطع منها قطعة كميتة نجسة، لكن قال هذه طريدة، سمى وقطع. تمام. إلا الطريدة والمسك وفأرته، الدم قلنا أصل في الدماء نجاسة. الآن عندنا المسك، تعرفوا المسك؟ المسك الأصلي هو في الحقيقة دم، هناك غزال يسمى غزال المسك، غزال المسك نوع نادر من الغزلان، وهذا هذا الغزال يخرج يقول عند السرة وأسفل البطن كذا غدة يجتمع فيها الدم، عندما تجري أو كذا يقول تأتي عند بعض الأشجار ثم تسقط هذه الغدة، مفهوم؟ يسموها الفأرة هذه، وداخلها الدم، هذا الدم أطيب المسك، المسك الطبيعي. تذهب إلى مثلا هذا عبد الصمد القرشي أو كذا، أنا ما أريد يعني نصنع دعاية لبعض الناس، لا، تذهب وقل أريد أرى فأرة المسك، المسك وفأرة، يوريك هذا، ولكن غالية جدا، مفهوم؟ هي في الحقيقة دم متجمد لكنها طاهرة مع أنها دم، مفهوم؟ جاء رجل من الشعراء وأراد أن يمدح الخليفة. طيب كيف يمدح الخليفة؟ الخليفة رجل صحيح مثله مثل الناس، فهو يريد يخرج هذا الخليفة من بين الناس، فقال له أنت الناس كلهم دماء وأنت دم، لكن أنت دم مسك غزال، نعم مفهوم. قال لئن تفق الخلائق وأنت منهم، قال أنت فقت الخلائق مع أنك منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، قال كل الناس دماء وأنت مسك، مفهوم؟ دم لكنك مسك، نعم. إذا مرة أخرى، بول الآدمي نجس، عذرته نجسة، بول وروث مالعك اللحم نجس، الميتات كلها نجسة إلا الآدمي و حوت والجراد وما لا نفس له سائل، يعني دم تسيل، مثل قلنا البعوض البق النمل كذا مثلا. طيب وما أبين من الحيفة هو كميتته إلا الطريدة والمسك وفأرته، والدماء قلنا الدماء نجسة سواء كان دم مسفوح أو دم خارج من السبيلين، حيض نفاس استحاضة
يعفى عن الدم اليسير والدم المتبقي في العروق، مفهوم؟ نعم. وذكرنا هذا دم المسك وفارته، هذا لا إشكال فيه. نعم تمشي الآن. إذن انتهينا الآن من هذا الباب. الفقهاء رحمهم الله يبوب لك أولا كتاب، يجعل الكتاب هذا الكتاب بأكمل كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، صحيح، والكتاب أبواب، والأبواب إذا طال الباب حتى يسهل عليك حتى لا تكثر عليك المعلومات ماذا يصنع؟ فصول. وإذا طال عليك الفصل يقول ومنه. لماذا؟ حتى ترتب العلم. يعني الشيخ أحمد يسأله، هذا يريد أشتري عمارة من الشيخ أحمد، قال العمارة هذا إيش فيها؟ قال هذه العمارة 10 طوابق، كل طابق فيه 3 شقق، كل شقة فيها 3 غرف، كل غرفة في أكرمكم الله دورة مياه، صح؟ لخص العمارة الآن، ثم يقول له المساحة كذا والأبواب وصفها كذا والكهرباء والأساسة، صح؟ هذا التفصيل، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله، باب الآنية. باب الآنية، الآنية تنقسم إلى 3 أقسام. بالله اسحب الكتاب من هذا، اسحبه منه، اسحب من الكتاب، اسحبه. نعم، الآنية 3 أقسام، خلاص. آنية الكفار تنقسم إلى 3 أقسام، نجسة، فماذا نصنع فيها؟ يعني طبخوا فيها خنزير، فماذا نصنع؟ لابد أن تغسل قبل الاستعمال، خلاص. الثانية آنية طاهرة، فالأصل فيها طهارة، إذا نعلم طهارتها فهي طاهرة، نعلم نجاستها فهي نجسة، لابد أن تغسل قبل الاستعمال. نشك، فإيش نصنع؟ ما هو الأصل؟ انتهينا. الشيخ عيسى نزل إلى السوق ووجد أواني ميد إن شاينا، واقع، وقال هذه من كفار حتى ليسوا بيهود ونصارى. وهذا الشيخ أحمد قال لا يا أخي، هذه آنية كفار. قال يا أخي بس نحن نعلم طهارتها فهي طاهرة. قال الشيخ أحمد لا نشك. قال أنا أبني على الأصل، مفهوم؟ نعم. لكن أخذ إناء اشتراه من كافر ومتيقن أن الإناء نجس، طبخوا فيه مثلا خنزير، فإيش يصنع؟ يغسله قبل الاستعمال، مفهوم؟ طيب، اختلفنا في أي إناء. نزلنا للسوق الآن وجدنا أواني، فنحمل على الأصل، ما هو الأصل؟ الطهارة والحل، مفهوم؟ نعم. سبب إرادة المؤلف رحمه الله تعالى الآنية هنا في باب الطهارة، ما السبب؟ السبب أنه أراد أن يبين أن الماء جوهر سيال، لابد من وضع فيه أواني، مفهوم؟ نعم. يبقى معنا آنية الذهب والفضة واستعمال هذه الأواني، آنية الذهب والفضة، وكذلك هل يصح أن نستعمل شيء من الذهب في الأواني؟ لا. شيء من الفضة في الأواني؟ يقول نعم، لكن بشروط، أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن يكون محتاجا للإناء وأن يكون من فضة، هذه 4 شروط. إذا ما هي شروط استعمال الفضة في الآنية؟ أن تكون من فضة لا من ذهب، وأن تكون ضبة يعني لحام، لكن يصنع يد يعني مثل ما شيء يمسكه بالفنجان مثلا، لا، تعطينا الفنجان اللي عندك، كاسة الشاي اللي لديك يا شيخ فهد. نعم، إذن أن تكون ضبة ويسيرة ومحتاجة للإناء وأن تكون من فضة. جزاك الله خير. هذا الكأس من زجاج، مفهوم؟ انكسر هنا، وأنا أريد الآن أصلح هذا الكسر، كيف أصلحه؟
قال ممكن نستعمل لحام هنا من فضة؟ يمكن بكم شرط؟ بأربع شروط، أن يكون هذا اللحام من فضة، لو كان من ذهب لا، وأن تكون ضبة يعني لحام. لو صنع يد مثل هذه من فضة يصح؟ لا. وأن يكون محتاجا للإناء. الشيخ أحمد تبارك الله أواني لا حصر لها، فغير محتاج للإناء هذا، إذن لا. مفهوم؟ نعم. وأن تكون الضبة يسيرة لا كثيرة، يعني مثلا هو صنع يقول هذه كلها ضبة لأن انكسر الإناء من أعلى، لا ما ينصح. مفهوم؟ نعم. قال قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، اتفق عليه. نعم. عندنا الأكل والشرب يحرم على الرجال والنساء، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا يحرم على الرجال والنساء، هذا قسم، هذا قسم يشترك فيه الرجال مع النساء، وعندنا قسم لا يشترك فيه الرجال مع النساء وهو اللبس، الذهب والفضة، التحلي بالذهب والفضة، هذا يحرم على من؟ على الرجال بل كبيرة، ويجوز للنساء. وعندنا قسم وسط وهو الخاتم من فضة، هذا يصح للرجال. مفهوم؟ نعم. أما الاستعمال، استعمال في الطهارة، لو توضأ من إناء ذهب أو فضة، الطهارة صحيحة، الطهارة صحيحة، لكن الإشكال في استعمال الأواني في الطهارة. مفهوم؟ لكن الشيخ أحمد في الديوانية في المجلس يضع الأواني للزينة، هل يصح أو لا؟ وضعها للزينة لا للاستعمال. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقالوا بعضهم لعل هذا من الإسراف، ولعل إنسان يأتي بعد فترة ويستعمل هذه الأواني، فالأولى تركه. نعم. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. نعم. وهذا فيه أن الأكل والشرب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه علق عليه عقوبة خاصة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ؟ نعم. دبغ الجلود هذه طريقة عند الناس معروفة ليس لنا علاقة بها، فكل إهاب دبغ فقد طهر، لكن هذا فيما تحله الذكاء، انتبه معي، فيما تحله الذكاء. الآن شيخ أحمد وجد كلب وذبح الكلب ذكاء، ذكاء بسم الله والله أكبر وذكى، حلال؟ لا تحله الذكاء. إذن لو دبغ إهاب الكلب طهر؟ لا، لأنه لا تحله الذكاء، سواء ذكاء وجدوا ميتة. طيب وجد شاة ميتة الشيخ أحمد وجدها وسلخ إهاب الشاة ودبغه، الشاة الآن لو ذكاها حلال؟ حلال، فهي ميتة الآن إذا دبغها كأنه ذكاها، وأصبحت أصبح إهاب الشاة طاهر. مفهوم؟ أي نعم. إذن أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن فيما تحله الذكاء. مفهوم؟ أي نعم. لا، لدينا الآن يعني تعرفوا أنتم جلود تماسيح صحيح، وجلود مثلا نمور أسود صح، فهود كذا، فهذه إيش نصنع فيها؟ على هذا القول اللي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لم يطهر، مفهوم؟ يضع مثلا على الجدار للزينة وكذا لا إشكال فيه، لكن يعني يضع فيه الطعام أو الشراب وكذا لا. نعم.
وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صحيح ابن حبان. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة إنها ميتة فاحتجوا على أنها ميتة وأجزاء الميتة كلها نجسة كذلك الإهاب لكن إذا دبغ طهر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض أخرجه داود والنسائي لأن هذه من الميتات. نعم. والميتات قلنا كلها نجسة إلا الآدمي والحوت والجراد وما لا نفس له سائلة. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه اغسلوها لأنهم تيقنوا النجاسة. نعم. وعن عمران بن حصين إذا قلنا آنية الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام نتيقن النجاسة تغسل ولا بد قبل الاستعمال نتيقن الطهارة فهي طاهرة نشك الأصل الطهارة. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة اتفق عليه في حديث طويل. نعم لأن الأصل الطهارة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. نعم لحام وذكرنا شروط استعمال الفضة في الآنية تكون فضة ويسيرة محتاجة للإناء وأن تكون ضبة لحام. نعم. والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.